أهلا بكم بالدرس الثاني من لغة C++. بهذا الدرس راح نعرف أنواع المتغيرات وشلون كيفية الطباعة والقراءة. ذاك الدرس أخذنا إعادة Cout وشلون نقدر نطبع به. أيضا قلت لكم إحنا نستخدم دالة Coin.h والGetCH حتى نبقي إن شاشة التنفيذ على سطح المكتب. هنا نقدر نخليه انتجر، عفوا انتجر هذا الشكل، وبالنهاية راح يكون return 0 والجيت سي اتش تبقى انه قبل الريتيرن. هنا اسوي سي اوت واطبع لي مثلا علي، اوكي بهذا الشكل. نهاية كل سطر بالسي بلس بلس يوجد فارزة منقوطة. ما ينفذ هذا السطر إذا ماكو هناك فارزة منقوطة، وكل طبعا كل الكود راح يجي وراه إذا ما كانت هنا فارزة منقوطة، عفوا راح يصبح كله خطأ. هسه لو أجي أريد أنفذ راح يطبع لي كلمة علي، لاحظ بهذا الشكل طبع لي كلمة علي. Return 0 بمعنى إنه هذا الكود داخل هذه الدالة، هذه تعتبر دالة رئيسية انتجر مين، تعتبر دالة رئيسية. هذه الدالة الرئيسية بمعنى ما راح ترجع لنا شيء، فقط تنفذ الكود اللي بداخلها. أي دالة رئيسية بالبرنامج إنه هي ما راح ترجع شيء، وراح نوصل الموضوع دوال ونشرحها بشكل مفصل. هسه راح ناخذ شنو أنواع المتغيرات وشنو هو المتغير. طبعا المتغير هو عبارة عن الإندكس نخزن به القيمة إلى عنوان وإلى نوع. مثلا إذا كانت القيمة رقم فنوع المتغير راح يكون انتجر وإلى اسم مثل x انتجر x، وراح نعطيه نوع القيمة مالته ليكون مثلا رقم 12. اوكي، فهناك انواع من المتغيرات. اذا كنت اريد ادخل بهذا الx انه حرف a مثلا، فراح اعرفه بكار، نوع كار، كار y ليكون يساوي مثلا حرف a. الa هنا تكتب بين single quotation بهذا الشكل، وفارزة منقوطة مثل ما قلت لكم نهاية كل سطر. عندنا العديد من الأنواع مثل الدبل والفلوت أيضا، عفوا بهذا الشكل فلوت، لاحظ فلوت تعتبر للأعداد العشرية الصغيرة، ودبل تعتبر للأعداد العشرية الكبيرة، والأعداد الكسرية أيضا. كار تعتبر للحروف نقدر ندخل بها، انتجر الأرقام صحيحة فقط. يعني لو كان هنا عندنا انتجر 12.5 بهذا الشكل، وإجيت تقول له سي أوت اطبع لي الإكس، قيمة الإكس، يعني نقول له سي أوت الإكس راح يطبع لي قيمة الإكس. قيمة الإكس إجيت 12.5، بس نوع المتغير هو انتجر، راح ياخذ فقط الأعداد الصحيحة، راح ياخذ فقط 12 يطبع لي. لو أريد أطبع متغير راح أخليه x دون علامات اقتباس، لأن أي شيء بين علامة الاقتباس راح ينزل نفسه، لكن إذا خليته دون علامة الاقتباس يطبع المحتوى مالته يعتبر كمتغير. لو أريد أقول له إنه the number x مثلاً ويعطيني قيمة الx، أخلي علامة اقتباس the number يعني رقم الx the number x يساوي، واريد يطبع لي الاكس ورا، فبدون ما اكرر سي اوت ما يحتاج، انه فقط اكرر على العلامات سي اوت بهذا الشكل ويطبع لي الاكس بعده. يعني راح يطبع هاي الجملة ثم يطبع محتوى هذه الجملة ثم يطبع محتوى الاكس. اوكي، هسه لو اجي اريد انفذ بهذا الشكل، لاحظ the number الx يساوي 12. لو اجي اريد اشوف البرنامج انه شلون ينفذ خطوة بخطوة، راح اقول له debug، اوكي صار. راح اجي اشوف اول خطوة هو بدأ بالدالة الرئيسية، بعدها راح ينزل عرف انه الانتجر x وقيمتها 12.5، وراح ياخذ فقط 12 لان نوعه انتجر، انتجر تأخذ فقط الأرقام الصحيحة. راح يجي بعدها يعرف انه y
كار الواي تساوي A لأن الكار يأخذ أحرف حرف واحد فقط. لو ردنا طبعا جملة كاملة نكتبها فراح نعرفها بنوع سترينج. لو أجي أريد أشوف الجملة اللي بعدها راح يطبع لي the number x ويطبع لي من ثم قيمة ال x. خلينا نلاحظ بهذا الشكل طبع لي the number x يساوي 12. بعدها راح يخرج لاحظوا بهذا الشكل. هنا انتهى تنفيذ البرنامج. نجي ونقول له stop يتوقف واحدة طبعا. لو اجي اريد اشوف قبل تنفيذ البرنامج لو كان عندنا طبعا برنامج حجم الكود مالته جدا كبير يعني مجرد ما اسوي له build solution حتى انه يفحص لي او يشيك لي الكود والاعازات اذا كان عندي خطأ ويخلي لي error list هنا حتى اعرف ان الخطأ مالتي وين بهذا الشكل. وبعدها اسوي debug حتى ينفذ لي البرنامج. هسه عرفنا انه انواع المتغيرات لو اريد اطي هذا integer x وبهذا الشكل واريد اطي قيمة انا اريد ادخله من الشاشة يعني اسوي له input فاستخدم دالة السين سين بهذا الشكل العلامة مالتها تختلف عن علامة سي اوت واقول له سين في الاكس. اوكي هسه لو اجي اريد انفذ لاحظ انه دي يقول لي ادخل الرقم يعني ادخل قيمة الاكس. هسه الاكس نوعها انتجر راح يجي يقول لي سين اكس ادخل لي اكس. لو اجي ادخل له مثلا الاكس تساوي 400 556. اوكي واضغط انتر راح ينزل للسي اوت طبعا هنا عرف الواي بعدين راح يطبع لي ذا نمبر اكس يساوي هو طبع لي ال 556 بهذا الشكل. اوكي هاي هي انواع المتغيرات والسين لما نستخدمها للادخال والسي اوت للطباعة. اوكي وقلنا نهاية كل سطر يوجد فارزة منقوطة ان كان بلغة السي او سي بلس بلس. خلينا نشوف الوقت. اوكي هنا ننتهي درسنا نشوفكم بالدروس القادمة في امان الله.